السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتكونوا في صحة جيدة. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على فلفلة بالرز اللي كتجي رائعة، كتجيب واحد التتبيلة بنينة. هنا كندير واحد الكاس ونص ديال كاس صغير ونص ديال الرز، كنخوي عليه الماء نرقدو شوية، غادي نزيد عليه واحد الكاس ديال الماء، وكنفركو بحال هكا نغسلو، وكنعاود نشلو ثلاثه المرات حتى كيولي الماء ديالو نقي وما كيبقاش فيه ديك البيوضيه، وكنرش واحد رشه الملح ونحطو فوق البوطه كي يطيب نص طيبه، نغطي عليه كنحطو. انا كنمشي نوجد مطيشه، ما غادي نشد مطيشه هنا، غادي نحيد منها الزريعه وغادي نحكها في الحكاكه، هنا درت ربعه الحبات ديال المطيشه، بعد ما كملنا مطيشه غادي نجيب البصله، هاد الحبه ديال البصله غدير غير النص ديالها ما نديرهاش كلها، حتى هي غادي نحكها. هنا غادي نجيب الثومه، انا عندي هاد الفصوص صغيورين، درت هاد الفصيصات اللي كاينين، ولا الا كاين عندكم راه ثلاثه الفصوص ديال الثوم كبار كافيين. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم، تنحرك هاد العناصر بحال هكا، غادي نبدا نتبل. هنا كندير واحد نص معلقه ديال السكينجبير، التحميره او البابريكا حتى هي نص معلقه، الخرقوم عواد بلدي، الكمون، الابزار راس معلقة، شوية الملحة، كنخلط هاد العناصر مزيان، غادي نحطها على جنب. غادي نجيب الفلفله، كنقطع ليها هاد الراس بحال هكا عير النص ديالو، وكنخلي شويه ديال الفلفله، كنقطع هذيك الطربوشه كتكون شويه كبيره لان غادي نحتاجوها. خوي الفلفله من الزريعه وديك البابا اللي كتكون بيضه لداخل حتى هي كنحيدها، هادي حتى هي كنحتفظ بها. بعد ما غسلناها مزيان في الاول كنغسلوها، غادي نستمر عليها حتى كنكمل الفلفله ديالنا. غادي نجيب واحد البصله، حبه ديال البصله صغيره، وغنقطعها رقيقه، تنقطعها رقيقه. الرز ديالنا راه تسلق وعير نص سلقه، خوينا عليه الماء بارد وخليناه في
الكسكاس تينشف. حنا جبنا الرز ديالنا بعد ما نشف، وغادي ندير معلقه ديال مركز طماطم. انا هنايا درت اوريجي، ما بغيتش ندير فيه الكفته. الا بغيتو ديروا فيه الكفته تقدروا ديروا ديال لدان، ديروا ديال اللحوم الحمراء اللي بغيتو. انا كندير واحد نص معلقه ديال الثومه غبره، نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، راس معلقه ديال الابزار، سكنجبير، كمون، تحميره او البابريكا او الفلفله حلوه، وكندير هاد البصله والنص ديال القزبر المعدنوس، لان النص غادي نديرو في المرق ديالها. هنا كندلك الرز مزيان، كندلكو. انا كتعجبني عرب الرز بحال هكا، راه كتجي زوينه. غادي نجيب شويه الزيت البلديه او زيت الزيتون، ندير واحد المعالق، صافي هو وجد الرز ديالنا. هذاك القزبر والمعدنوس اللي بقى عندنا غادي نديروه في مطيشه، وغادي ندير حساب نص كاس ديال الزيت النباتيه في مطيشه. ومنسيتش ما قلتش لكم راه درت كاس صغير ديال العنبه ديال الماء باش كطيب فيها الفلفله مزيان وكتدخل في الرز، لان مطيشه ما درناش ليها الزريعه ديالها، درناها بلا الزريعه. غادي نعمر الفلفله، كنحاول نضغط عليه باش كيدخل الرز في الفلفله لداخل. وكنقلب هذيك الطريبيشه وكنخشيها هكا في الفلفله، كنسد بها. نزيد نعمر الثانية، ضروري كنضغطو عليها بصبعنا باش كتدخل، لأن الداخل ديالها كيبقى خاوي. كنقلب هداك الطريبيشة بحال هكا وكنضغط عليها. دي جاتني عامرة، غادي نقص شوية نتسدات. بعد ما كملناها انا غادي ندير كاس ديال الماء صغير، هي طابت. كندير واحد رشة معلقة صغيرة ديال السكر باش ما كتجيش مجهده ديك الحموضه ديال المطيشه. هي وجدات، الطبق ديالنا ريجيم وساهل واقتصادي، وجبه ديال غداء او عشاء كانت مشبعه
ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة، وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.